ساهر معنا من العراق. ثائر، مرحبا بك يا ثائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك يا ثائر. كيف تنظر أخ ثائر يعني إلى هذا الاتفاق، وهل بالفعل ستقوم إيران بتبادل اليورانيوم عالي التخصيب، أو يعني في درجة أعلى من التخصيب، عبر الأراضي التركية ويعود إليها مرة ثانية، أم أنها ستسير في برنامجها النووي إلى ما لا نهاية؟ يعني طبعا نأمل بأي دولة إسلامية أنها تتطور وتسعى لتطوير شعبها والحفاظ على كيانها واستغلالها وعلى تمثيل الدول الأجنبية بها. فبدلا من الحديث مثلا عن الملف النووي الإيراني، لابد أن تفتح قناة وتتركز على الملف النووي الإسرائيلي. نعم. الذي هو ملف نووي، يعني سلاح نووي يعني مدمر. نعم. وهو يهدد الدول العربية والإسلامية بشكل عموم. فإحنا يجب علينا أن نفرح أنه تكون قوة متوازية لإسرائيل. نعم. سوف تكون في المنطقة، سواء كان هذا الملف النووي السلمي أو حتى غير سلمي. طبعا هذا في خدمة العرب، لأنه في خدمة الإسلام بصورة عامة. نعم. وقضية إيران الأولى هي قضية فلسطين، فعلينا أن نفرح لهذا الشيء، ولا نحزن، لا نركز الضوء على أن الجمهورية الإسلامية هي عدو وسلم عندما يحاول اليهود أن يركز الضوء على هذا الشيء. ولكن يا ثائر، يعني ألست معي في أن النووي، السلاح النووي لا يفرق بين أحد وآخر، يعني الخطر النووي يسمونه أسلحة الدمار الشامل، وحين تضرب أسلحة الدمار الشامل لا تقضي فقط على المنطقة التي تضرب فيها، ولكن خطرها يزداد انتشارا. نحن نتحدث عن ضرورة كبح جماح الصراع النووي، عن ضرورة إيقاف الصراع النووي في العالم كله وليس في منطقة الشرق الأوسط. فنحن نتحدث منذ زمن بعيد، ومصر وعدد من دول المنطقة تتناول الملف النووي الإسرائيلي وتطالب بانضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. يعني ليس جديدا أننا نتحدث عن الملف النووي الإسرائيلي، لكن نتحدث عن خطر آخر يهدد العالم بسباق تسلح نووي. اليوم إيران، ومن قبلها باكستان والهند وإسرائيل، إلى أين وإلى متى؟ ألست معي في أن الشعب الإيراني نفسه الذي يعاني كثير منه من الفقر والجوع والمرض إلى غير ذلك، هو أولى بثرواته من هذا البرنامج؟ لكن أنا أعتقد وجود قوة يعني موازية لإسرائيل هو في مصلحة المسلمين بصورة عامة، سواء كانوا عرب أو غير. نعم. لأن هناك قوة نووية إسرائيلية، علينا أن لا ننكر هذا الشيء. تستطيع أن تبني قوة اقتصادية، تستطيع أن تبني قوة تكنولوجية، يعني ليس الأمر فقط هو مجرد السلاح النووي. ثم يعني أرجو ألا يغيب عن ذهنك أن هذه المحاولات للتسلح تتخذ ذريعة من قبل الولايات المتحدة والغرب للبقاء في الخليج العربي وللبقاء في المنطقة، لحصار إيران نفسها، ومن ثم هناك احتمالات لضربها في يوم من الأيام. يعني لابد أن يكون هناك ذكاء أكثر في التعامل مع هذا الملف. من المعلوم لديكم وأنت لا يخفى عليك أخي الكريم أن القوات الأمريكية موجودة في الخليج العربي قبل أن يفتح الملف النووي الإيراني. نعم. وسبب وجودها طبعا هو الدول العربية عندما غزا العراق الكويت، وبسبب المشاكل العربية فيما بينها، فنحن يجب أن نلوم أنفسنا ونرمي عارنا على الآخرين، مع أنها لا أؤمن بإيران وحماس، لكن أفضل يعني شخص عن حقوق المسلمين بصورة عامة هو الجمهورية إيران. نعم. طيب، شكرا جزيلا لك يا ثائر، كنت معنا من العراق، أشكرك شكرا جزيلا. يعني الرجل يتحدث عن أنه يجب أن نتحدث، قبل أن نتحدث عن الملف النووي الإيراني، أن نتحدث عن نظيره الإسرائيلي، ونطالب بأن يعني توقفه إسرائيل، ونفرح لأنه إيران أنتجت أو يعني في سبيلها إلى إنتاج سلاح نووي، إلى تطوير قدراتها على امتلاك أسلحة دمار شامل.